الهدايا من أفضل ما ما يفعله الولي عندما يربي ابنه عليها. بعض الناس يأتيه الورع لما يعني ليس مشروع، يقول له هذه الصلاة كيف أعطيه على أساس يصلي؟ لا لا، لابد. الصبي يحتاج إلى هذا، الصبي يحتاج إلى هذا. إذا كان المجاهد في سبيل الله يعطى، جاء في الصحيحين صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل قتيلا فله سلبه. هذا تشجيع، من قتل قتيلا فله سلبه. بعض الناس لعن عن حفظ القرآن وكذا، وقالوا جائزة كذا، قالوا يا أخي أنت تخرب النوايا. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح البتة، وإنما هو تأييد للخير، وهو دعم، وهو تشجيع. نعم. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الغنيمة، كان يأخذ من الغنيمة، والغنائم يأخذها الصحابة ويأخذها الناس. فجيد أن الإنسان يعطي ابنه يعني بعض الهدايا وبعض الجوائز على هذا.